اهلا بحضراتكم من جديد، وترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا عشان نشوف ردود الافعال امبارح بعد مباراه الاهلي وبايرن ميونخ. نروح للصفحه الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك، ردوا على بايرن ميونخ على صفحتهم الرسميه واللي اشادوا فيه طبعا باداء الاهلي في المباراه. كتبوا: شكرا لكم ونراكم مجددا. ده ردا طبعا بعد ما كتبوا قتال عظيم بالنسبه لاداء لاعبي النادي الاهلي في هذه المباراه. نتمنى يا رب يكون فيه يعني نتيجه باذن الله في مباراه الثالث والرابع. قدامنا طبعا توماس مولر بماسك تيشرت كهربا، وفي صوره رائعه جدا لتوماس مولر مع ياسر ابراهيم. توماس مولر من اللعيبه الجميله جدا اللي عامل حاله طيبه على فكره بالمناسبه بينه وبين جماهير البافاري في المانيا، لعيب يعني متواضع جدا في التعامل مع كل الناس. طيب الصفحه كمان الرسميه للنادي الاهلي على الفيسبوك نشروا مين هو نسر مباراه الامس. محمد هاني الظهير الايمن اداؤه المميز في مباراه الامس نسر المباراه، وكتبوا: نفتخر بك. محمد هاني عمل مباراه كبيره وان شاء الله يكمل على ده خلال الفتره اللي جايه. طيب محمد هاني كمان من خلال حسابه الرسمي على الانستجرام نشر صور لي على صور لي في المباراه، وكتب: الحمد لله على الحمد لله طبعا بالنسبه للمباراه، لكن كل التركيز فيما هو قادم، وده تحديدا بالتاكيد على مباراه الثالث والرابع. وبالمناسبه تحديدا حتى هو في التعليقات لو تبصوا تاخدوا بالكم مصطفى شوبير معلق قال مان اوف ذا ماتش، محمود متولي كاتب له عاش. فطبعا كل الدعم والمسانده بالنسبه لمحمد هاني خلال الفتره اللي جايه، اداء مميز جدا في مباراه الامس ويبني على ده بالنسبه للمرحله اللي جايه. كمان في الجول على حسابهم الرسمي على تويتر كتبوا على اداء محمد هاني في هذه المباراه، قالوا: مباراه كبيره قدمها محمد هاني امام جبهه ناريه بالنسبه لبايرن ميونخ. طيب كمان الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف من خلال حسابه الرسمي كتب تعليقا على هذه المباراه في صوره لمانويل نوير مع محمد الشناوي: اداء جيد من الاهلي ممثل افريقيا في مواجهه البايرن في كاس العالم للانديه، القاره السمراء تفتخر بكم. شيء رائع جدا من الصفحه الرسميه للاتحاد الافريقي، واشاده واسعه من كل المسؤولين والقيادات في الاتحاد الافريقي او حتى في الاتحاد الدولي. سبورت 360 على تويتر كتبوا: شكرا لكم، قدمتم كل ما لديكم، الجميع ينتظر منكم ميداليه المركز الثالث ان شاء الله، وباذن الله لعيبه النادي الاهلي قادرين على تحقيق ذلك في باذن الله مباراه يوم الخميس امام بالميراس باذن الله في تحديد المركز الثالث والرابع.